يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعتمرت ولم أحلق رأسي، بل أخذت من جهات متفرقة بالمقص، فهل هذا يجزي عن الحلق؟ أفيدونا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التقصير والقص للرأس بالنسبة للمحرم لا بد أنه يعمم على الرأس، ما يكفي أخذ بعض الرأس وترك بعضه. فعلى السائل إذا كان أنه قريب العهد بالعمرة أنه يعيد عليه ملابس الإحرام ويخلع ملابس المخيطات، ثم يقصر من جميع رأسه، لأنه بإمكانه أنه يكمل نسكه. نعم.